في الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، حياك الله معنا في هذا اللقاء. بالبداية حدثنا اليوم عن حجم الاستثمارات الخاصة بين المستثمرين العرب وكذلك الصينيين، وكيف تنظر إلى دور القطاع الخاص اليوم في هذا الجانب وتعزيز التجارة بين البلدين؟ حقيقة القطاع الخاص هو اللاعب الأساسي في العلاقات العربية الصينية. طبعا دور الحكومات مهم جدا في أنه يفتح الطريق ويمهده، وأنه يجعل الأجواء يعني مشجعة للقطاع الخاص. إحنا لو بنتكلم على التجارة العربية الصينية، هي وصلت في حجم كبير جدا في التجارة غير البترولية حتى إلى رقم في حدود 200 مليار دولار، منهم طبعا معظمهم صادرات من الصين للمنطقة العربية حوالي 159 مليار، والباقي هو صادرات من المنطقة العربية إلى الصين. أنا أتحدث عن الصادرات غير البترولية. إذا دخلنا البترول والتعدين في هذا الأمر، فسنجد أن الرقم يرتفع إلى 330 مليار، ومعدل النمو هو الأهم في هذا الأمر، لأن هناك معدلات نمو غير مسبوقة في هذه العلاقات. يعني السنة الأخيرة حدث معدل نمو كبير جدا في هذه العلاقة. هذا من ناحية التجارة. أما من ناحية الاستثمار، فهناك تجارب ناجحة جدا ما بين استثمارات عربية، يمكن في المملكة العربية السعودية، يمكن في الإمارات، يمكن في مصر، مع الصين. وهذه الاستثمارات مندمجة مع مبادرة الطريق والحزام الصينية العملاقة. لكن الأهم من ده وده هو أن احنا نبدأ نتحرك بشكل استراتيجي مختلف في علاقتنا مع الصين، بمعنى أن العلاقة لا 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 يعني لا تنحصر فقط في مجرد أننا نتاجر مع بعضنا البعض، لأن هذه الأرقام حتى وإن كان شكلها كبير، إلا أن الآفاق والمحتمل ممكن يكون أعظم بكتير جدا إذا تحولنا إلى شراكة استراتيجية تجعل المنطقة العربية ومناطق في المنطقة العربية هي نقاط محورية للانطلاق لعوالم أخرى. طيب، إذا ما تحدثنا أيضا عن دور أو الاتفاقيات التي ستقومون بتوقيعها، على ماذا تركز هذه الاتفاقيات خلال المؤتمر العربي الصيني لرجال الأعمال؟ أعتقد أن من المجالات المهمة جدا جدا دلوقتي هي مجالات النقل واللوجستيات، لأن مع التغيرات اللي بتحصل في العالم أصبحت سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة بتتحرك بشكل مختلف. فمن الذكاء جدا أن يتم صياغة خرائط جديدة لتحرك التجارة وتحرك السلع، ونقاط أخذ نقاط محورية في مواني وفي مناطق لوجستية. المنطقة العربية فيها نهضة كبيرة جدا في هذا المجال. المملكة العربية السعودية دلوقتي بتعمل تغير كبير جدا في منطقة البحر الأحمر، ودي منطقة مهمة جدا على خط الحرير الصيني. أيضا هناك مناطق في البحر المتوسط ممكن تدخل أيضا في المنطقة العربية، سواء في مصر أو في لبنان أو في دول أخرى، نستطيع من خلالها أن احنا نرسم خريطة جديدة. يبقى ده أول مجال هو الاستثمار في النقل واللوجستيات. أيضا استثمارات في البنى التحتية، لأن في مناطق كتيرة جدا في المنطقة العربية بيعاد إعمارها وجاهزة لكي تستقبل استثمارات كبيرة جدا يمكن أن تغير شكل المنطقة بطريقة استراتيجية. نمرة ثلاثة هو الهيدروجين الأخضر والتنمية المستدامة، وده مجال كبير جدا، ويمكن عندنا نماذج في المنطقة العربية هي الأعظم والأكبر على مستوى العالم. سؤال أخير في دقيقة إذا أمكن، تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن اتفاقية ومشروع اتفاقية يتم العمل عليه حاليا لتشجيع رؤوس الأموال وحركتها، ما دور ذلك أيضا في تحفيز الاستثمارات الصينية العربية؟ طبعا الاتفاقات دي هي اتفاقات بتضم الدول العربية كلها، والصين محتاجة أن تكون الدول العربية شريك أساسي، فده بيفتح الباب، هيدعم جدا تحرك القطاع الخاص العربي واتحاد الغرف العربية اللي بشرف بتمثيله وبيمثل القطاع الخاص العربي، اللي أنا شايف شهية كبيرة جدا منه للذهاب إلى الصين بالاستثمارات واستقبال استثمارات قادمة من الصين.